مرحبا بكم مشاهدينا من أبوظبي الجميلة، تجدد لقانا فيكم من جديد في صباح الدار. مشاهدينا، جميلة هي كلمة ألوان الحياة اللي ترافق رحلتنا اليومية معاكم في برنامجنا. منو منا ما يحب كلمة ألوان، خاصة وأنها تحمل في جعبتها فصول من الحب والفرح والتفاؤل وغيرها من المشاعر المختلفة باختلاف تأثيرها علينا. اليوم ضيفتنا يعني ضيفة متميزة، راح تحدثنا عن نظرية جديدة خاصة بالألوان، تتكلم عن تأثيرها سواء التأثير النفسي أو التأثير يعني في الحياة الشخصية. معنا في استوديو صباح الدار الأستاذة فاطمة الشراوي المتخصصة في علم دلالات النفسية للألوان. يا هلا ومرحبا بك. الله نورتينا، استضافتي على البرنامج. كل شكر لك. احنا يعني عرفنا عن شيء جديد اسمه نظرية الألوان أو نظرية تأثير الألوان، لو نتكلم عنها بداية. بداية النظرية أن مجموعة الألوان عندك درجات ألوان، فكلها درجات لشخصية متحددة. فنبدأ نحن بكل شخصية، وأنا بشرح إن شاء الله اليوم بالتفاصيل كل مجموعة. أوكي. عندنا هذه المجموعة. هاي المجموعة اسمها فاير لايت. فمثل ما تشوفين المجموعة يعني الألوان ألوان الخريف، فألوان يعني كلها مشعة، وتشوفين بالمجموعة أن نحن ما عندنا اللون الأسود. صح أن صح. هذا يعني تقريبا أسود بس هو رمادي، فهالمجموعة ما عندنا اللون الأسود فيه. وهالشخصية يعني عندك شخصية مرحة، تحب تسافر، تحب الحياة، الأشياء كديكور، حتى الأشياء اللي تحبها، تحب الأشياء الثقيلة، الخشب والمزغرف الخشب فيه، وحتى المجوهرات وشي، تحب الأشياء الكبيرة، الذهب. فهذا يحدد وايد أشياء من الشخصية. هي وهاي طبيعيا يعني ميولهم لها الأشياء. يعني هذه اللي يحب الألوان، خلينا نقول الألوان النارية، في هذه التدرجات هو هي شخصية اللي ممكن نحددها أنها شخصية واضحة، لأنها تحب الأشياء الكبيرة، تحب الأشياء الواضحة. هي الأشياء الواضحة، وحتى الملامح اللي تشوفينها يعني مثل ملامحنا هنا بالخليج، يعني عيونها كبار وشعر أسود بني، ما بتشوفين اللون الأصفر يعني بالشعر، يعني هالأشياء في محبين هذه الألوان. هي في محبين هالأشياء. عندنا طبعا مجموعة ثانية من الألوان اللي هي الستار لايت. الستار لايت المجموعة الوحيدة اللي عندها اللون الأسود بالفالت. ليش؟ لأن هالشخصية شخصية قوية، وهالشخصية يعني يعرفون شو يبون بالحياة، حتى في مجال العمل يعني حياتهم كلها عمل، وتركيزهم مركز على كل شيء في نواحي حياتهم يعني، وحتى الديكور والأشياء اللي يحبونها very modern يعني clean، ما يحبون أشياء print ومزغرف. ما يحبون هالأشياء. بس هاي يعني شخصية قوية صراحة، يعني شخصية قيادية. محبين ألوان الستار لايت هما شخصية قيادية. يحبون العمل بشكل كبير. workaholic. هي workaholic. ويعني يحبون أنهم أشياءهم دائما نظيفة مرتبة، يميلون للمودرن في الديكور. مودرن يعني بالديكور. نعم. هذا الستار لايت. المجموعة الثالثة هي الدريم لايت. الدريم لايت يعني ألوان حالمة. هل الشخصية حالمة؟ مو حالمة، بس يعني هالشخصية أقولها شخصية الملوك. حلو. هي. فبتشوفينهم يعني كلامهم وايد مدقق و very soft spoken مثلا يقولون. الأشياء اللي يحبونها فخمة، فيعني تخيلي كديكور يعني بيكون قصر فرساي. واو. طيب أنا لاحظ أن هذه الدريم لايت فيها ألوان الباستيل أكثر من هي، لأن شخصيتها مثل ما قلت ساكتين رايقة. يعني حتى عنوان المجموعة الألوان دريم يعني دائما يكونون هادئين. هي بالضبط. لبقين. خلينا نقول هي وايد ذوقين بكل شيء، كل الأشياء اللي يحبونها من الموسيقى، من الديكور، حتى الأماكن اللي يسافرون فيها. حلو. يعني محبين ألوان الباستيل يعني أنتوا الدريم لايت، فأنتوا الملوك. آخر مجموعة هي المورنينج لايت. يعني إحنا ألوان صباحية، وإحنا برنامجنا اسمه صباح الدار. هي والألوان صراحة نضبطين أنتوا على الألوان. برنامج لكل ألوان الحياة. فالمورنينج لايت تعبر عن شنو؟
المورنينج نايت اكثر الشخصيه فن ويعني ياخذون كل شيء يعني الحياه جميله وكل شيء خفيف فيهم بس الفوكس شوي مو بوايل لان يعني يبون كل شيء يبون يعرفون يعني. اشياء هي افكار بس انه يعني فيهم روح حيويه فالاشياء يعني الشغلات اللي هم يميلونها لازم تحتاجين هالشخصيه هالشخصيه اللي الفرحين النشيطين الهايبر خلينا نقول اللي فيهم مرح وين مثلا اكثر الاماكن اللي ممكن يشتغلون فيها اكثر او الوظائف الوظائف يعني اكثر بالمدارس والجهال اشياء يعني فيها حياه مدرسين جي مدرسين يعني. اشياء فيها اكتيفيتيز زي اوت دور اكتيفيتيز حلو طيب كيف تاثر الالوان الحين عرفنا انها تاثر على شخصيات الانسان يعني اذا الواحد عرف الالوان اللي يحبها ممكن يعرف هو شخصيته شو تحب اكثر شو تميل اكثر شنو اللي يلبق له اكثر صح بالضبط الحين كل لون لا يعني معنى بس درجة اللون اللي تلبسينه هذا اللي يأثر عليك لأن كل هالمجموعة لهم موجات فعلى حسب الموجات اللي يلوق لك أنت بيخليك بالمزاج وتخليك تركزين وترمسين الناس والكوميونيكيشن سكيلز يعني أحسن لو لبستي مجموعة ثانية حتى لو فرضا يعني اللون الأزرق للكوميونيكيشن والتركيز فحتى لو يعني فرضا أنت لبستي بالمورنينج لايت الازرق يعني من محبين البيربل بس مش هذه الدرجة هي بالضبط ايه. انت تحبين الدرجة الثانية الفاير لايت بتكون فهذا هذا معناته يعني طيب هذا هذه يعني اعتمادك على نظرية جديدة انت حابة ان تطبقين هذا التطبيق او النظرية الخاصة بالالوان في الجهات الحكومية لو تحدثينا عنها هي هذا اللي الحين اللي قلته انه يأثر على الديكور فعلى حسب المكان اللي تستعملين اللون له يعني الاكاونتنج ديبارتمنت ولا الادمنستريشن وعلى حسب اللون كيف تبين العمال يعني شو يحسون اللي يشتغلون بالمنطقة يعني احنا ساعات نشوف مدير هي لانه يمكن هو عصبي او يحب اللون الاحمر او يمكن يعني عنده في شخصيه تنشن لانه حاط اللون الاحمر عشان شيء كنا فاير الارم يعني كنا اللي بيدخل مكتبي بينهزم لانه هو يحب اللون الاحمر وحاط احمر بالمكتب خلاص تدخل عليه فهو دائما معصب دائما معصب صحيح فلازم يعني يستعمل اللون الازرق ولا اللون البني وما دام هو مدير البنفسجي الغامج لانه هو عشان يعطي الراحه لموظفينا للموظفين ويتكلم ويعرفون يعترفون له بكل شيء احسن من العصبيه اي بالضبط طيب هل في جهات مثلا ابدت يعني مثلا خلينا نقول رغبه انها تتعامل معك في هذه هي انا اشتغلت صراحه على وايد بروجكت عندي محلات اشتغلت عليه حتى بالاكزيبيشن ستاندز مسوينه بالديكور حتى كمراكز اشتغلنا على يوغا سنتر فاستعملنا الالوان لكل حجره وشو يستعملون هالحجره فوايد ياثر عليه حلو طيب خلينا نختم بهالسؤال لو جاتك الفرصه لاختيار الوان لمدينه ابو ظبي اي الالوان تختارينها؟ هاي سؤال صعب لا صراحه يعني الالوان او شو الالوان اللي بتطغى على هالمدينه؟ الوان اكثر يعني اوكي مركزين هني على الازرق والرمادي والاسود فالاصفر اكثر الاصفر الحيويه هي الاصفر يعبر بعد له دلالات مختلفه الاصفر ممكن للكرياتيفيتي للكوميونيكيشن هالاشياء حلو طيب هل بالضروره اللون احنا عرفنا دائما يعني الالوان صارت تتحدد ان الاحمر للحب الاصفر للغيره ما اعرف ايش هل هذا تبدل في العالم حاليا لان اللون صار يستخدم في اكثر من شيء لا المعنى ما يتغير بس فكره الانسان لهاللون اللي يتغير فيعني مرات لو انت بموقف وفرضا الاشياء اللي كانوا حوالينك يعني اصفر ولا ازرق ولا احمر والاكسبيرينس اللي كان عندك مو بزين دائما بتقولين لا ما احب اللون الازرق ولا الاحمر لان اتذكر هالموقف فهذا هذا التاثير اللون عليك يعني ان معناته ما يتغير يعني الموقف نفس الشيء. ممكن يرتبط بنفسيه الشخص فبيعكس حبه للون او كرهه بالضبط طيب نصيحه شيء اخيره تقدمينها حق ربات البيوت اللي يتابعونا الحين اللي قاعدين ياسسون بيوتهم او يبون يعني يغيرون في ديكور البيت او الوانه
أن كلهم يجون عندي أول شيء يسوون الكالر سيشن، لأن لازم تستعملين درجات الألوان المناسبة مع بعض كحجرة، فما تقدرين يعني تحطين مجموعة ومجموعة مع بعض لأن يأثر على تأثير نفسيتك وايد. فدائما خذي بنفس المجموعة، يعني ركزي على مجموعة اللون اللي بتستعملينه. يعني لا يمكسون الألوان، لا ما يمكسون ولا يخلطون الألوان. هي لا يدمكس الألوان، بس إن درجة اللون لازم يكون بنفس المجموعة. بنفس المجموعة يعني ما يصير درجة قوية جدا مع درجة خفيفة جدا. بالضبط. يعني أستاذة فاطمة احنا نشكرك على تواجدك معنا اليوم، موضوع جدا حلو خفيف لكن جدا مهم. شكرا. وفيه كثير من الألوان الحياة. شكرا على تواجدك معنا فاطمة الشراوي. شكرا. مشاهدينا احنا باقي لنا محطة ختامية أخيرة مع طبعا الشيف آسيا وطبق مميز، انتظرونا بعد الفاصل.